كيفاش نقدر نشارك في مشروع وفيرة؟ وشنو هما شروط المشاركة؟ خلال الحضور ديالك في الدورات التحسيسية والتوعوية في إطار مشروع وفيرة اللي كتنظمها لانا بيك وفريق مشروع وفيرة، وبغيتي تعرفي كيفاش تقدري تترشحي باش تكوني من المستفيدات من هذا المشروع، غادي نشرح لك. المشاركة وتقديم طلب التسجيل في وفيرة سهلة وميسرة ومفتوحة في وجه النساء اللي عندهم فكرة ديال المشروع وكيشاركوا في حملات الجني في إسبانيا في تعاونيات الكوبيراتيفاس اللي هي شريك ديال وفيرة. المشاركات خاصهم ضروري يكونوا سكنة إما في جهة الرباط سلا القنيطرة أو لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعندهم رغبة وطموح باش ينشئوا مشاريع مدرة للدخل ملي يرجعوا للمغرب. إذا كانت هاد الشروط متوفرة عندك، إذن تقدري تقدمي طلب تسجيل. المستشارين ديال لانا بيك والفريق ديال المشروع وفيرة غادي يعاونوك ويسهلوا عليك عملية تسجيل طلب المشاركة. هاد الشي علاش غادي يطلبوا منك معلومات شخصية ويسولوك على فكرة مشروعك وطموحك في تحقيقه على أرض الواقع. لجنة انتقاء المستفيدات من مشروع وفيرة غادي تدرس الطلب ديالك وتجاوبك إلى تقبلتي أقرب الأجال من بعد ما تجيهم الرخصة ديال مشاركتك في حملة الجني في إسبانيا هاد العام اللي هي شرط ضروري. من بعد ما يتقبل الدوسي ديالك غادي تستافدي من دورة تكوينية قبل ما تمشي لإسبانيا للمشاركة في عملية الجني. وفيرة غادي تواكب 250 مرة حتى يحققوا حلمهم في بناء مشروعهم وحلم حياتهم، وهكذا غادي تضمني لك ولعائلتك الاستقلالية المادية والعيش الكريم ومستقبل مستقر ومضمون. بلاتي أيه بغيتي تعرفي واش مازال تقدري تمشي لإسبانيا في حملات الجنين اللي جايين؟ أيه ممكن إلا كان هذا هو اختيارك، ولكن في هذه الحالة خاصك تفكري في شكون غادي يقابل لك مشروعك ويتكلف لك بالكوموندات والكليان ديالك ملي تكوني في إسبانيا. فمثلا ممكن شي واحد من حبابك ولا عائلتك اللي كتثقي فيه يقابل المشروع حتى ترجعي من إسبانيا، أو لا تشاركي في مشروع مع نساء مستفيدات من وفيرة أو نساء آخرين كاينين في المغرب، وهكذا غادي تعاونوا كاملين على إنجاح المشروع. المستشارين ديال لانا بيك والفريق ديال وفيرة ديما غادي يكونوا رهن إشارتك باش يعطوك النصائح الضرورية اللي غادي تساعدك باش تاخذي القرار اللي يناسبك ويناسب الظروف ديالك من أجل ضمان نجاح واستمرار مشروعك. من أجل المزيد من المعلومات المهمة حول وفيرة، ما عليك إلا تتابعي باقي الفيديوهات على قناة وفيرة على اليوتيوب.